نحن طلاب سنة الثانية من الفصل عمر بن الخطاب نقدم لكم كلاما جماعيا تحت موضوع ممنوع تلقي. ما رأيك لو كنت أضيفينه؟ ماذا؟ لا 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 ممنوع تلقي بتاتا. ألا تدري أن التدين يضر بالصحة؟ أعوذ بذلك. المؤمن على التدخين يعاني من الأمراض، منها الأمراض القلبية وجلطة الدماغية وسرطان الرئتين. وأهم أن التدخين حرام. نعوذ بالله من ذلك. طبعا ممنوع.